ماذا قال شاعرنا العربي المتفائل؟ قال: ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة. لما انت بتبتسم حصل لها ايه؟ مش متعود على كده، صح ولا لا؟ ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها: لا تنزعجي، اني بخير سالمة، كنت اجري بعض التمارين لفمي، ربما افرح يوما ربما. بيعمل تمارين احسن شفتيه تعمل لها ايه؟ تتيبس، تتيبس، تتصلب. في ناس والله تضحكوا يمين تضحكوا شمال، ما في، سبحان الله. يعني رحت في بلد معين لا اذكر اسما يعني الشهر الماضي، ورايح بالطياره وركبت من مدريد 3 ساعات تاني، وسبحان الله العظيم رحت عند اخوه، ابتسامه من هنا ما في، اقول يا ربي لا اله الا الله، هل تفهمون عربيتي؟ طب نعم والله. قال الاخ المقدم، قال لي: ايوه يا شيخ ما شاء الله، ده هم منصتين. قال بس، قلت بس الانصات ده يوديني في داهيه. طب ينصتوا بابتسامه حتى يعني اعرف، حتى يعني ناخد وندي مع بعض يعني، في يعني اعرف ان بس الكلام لا اله الا انت سبحانك. امنت بالله رب العالمين.